عبارات عن اللوم والعتاب. عبارات عن اللوم والعتاب. Sign up today and get your free one-to-one trial lesson with one of our male and female native Arabic tutors at Madinah Arabic Tuition Center. No credit card required. أعاتبك بشدة. أعاتبك بشدة. ويحك. ويحك. لقد حذرتك من قبل. لقد حذرتك من قبل. ارجع لرشدك. ارجع لرشدك. ألم أحذرك؟ ألم أحذرك؟ لما فعلت ذلك؟ لما فعلت ذلك؟ هذا خطأ كبير. هذا خطأ كبير. ألم أنهك عن ذلك؟ ألم أنهك عن ذلك؟ لقد ارتكبت محظورا. لقد ارتكبت محظورا. The dialogue with the normal speed. هل قلت إنك ستأخذين إجازة من العمل الشهر القادم؟ نعم، فإخوتي يريدون أن يسافروا إلى الساحل الشمالي. إني أغبطك، فأنا لم آخذ إجازة منذ فترة طويلة. بإمكانك أن تأخذ إجازة وتأتي معنا، ألا يمكن؟ نعم، للأسف لا يمكن، فعندي عمل كثير جدا. The dialogue with clear and slow pronunciation. هل قلت إنك ستأخذين إجازة من العمل الشهر القادم؟ نعم، فإخوتي يريدون أن يسافروا إلى الساحل الشمالي. إني أغبطك، فأنا لم آخذ إجازة منذ فترة طويلة. بإمكانك أن تأخذ إجازة وتأتي معنا، ألا يمكن؟ نعم، للأسف لا يمكن، فعندي عمل كثير جدا. The dialogue with explanation. هل قلت إنك ستأخذين Did you say that you will take a vacation ستأخذين إجازة من العمل from work الشهر القادم next month؟ نعم، yes، فإخوتي يريدون as my brothers want to travel إلى الساحل الشمالي to the northern coast. إني أغبطك، I envy you، فأنا لم آخذ إجازة منذ فترة طويلة. فأنا as I لم آخذ haven't taken إجازة vacation منذ فترة طويلة a long time ago. بإمكانك at your possibility or you can أن تأخذ إجازة to take a vacation وتأتي معنا and come with us. ألا يمكن؟ Isn't it possible؟ نعم means no because the question is negated or negative. We answer it yes by the word بلا and we answer it no by the word نعم. Here نعم means no. للأسف لا يمكن.
I am afraid it's not possible. فعندي, as I have, عمل كثير جدا, too much work. The dialogue with normal speed again. هل قلت إنك ستأخذين إجازة من العمل الشهر القادم؟ نعم، فإخوتي يريدون أن يسافروا إلى الساحل الشمالي. إني أغبطك، فأنا لم أخذ إجازة منذ فترة طويلة. بإمكانك أن تأخذ إجازة وتأتي معنا، ألا يمكن؟ نعم، للأسف لا يمكن، فعندي عمل كثير جداً. The dialogue with the normal speed. يا إلهي، الجو حار جدا. نعم، رغم أن توقعات خبراء الأرصاد أن تنخفض الحرارة اليوم. المشكلة ليست في الحرارة وحدها، بل في نسبة الرطوبة. نعم، إني أتصبب عرقا. سأشغل المكيف. The dialogue with clear and slow pronunciation. يا إلهي، الجو حار جدا. نعم، رغم أن توقعات خبراء الأرصاد أن تنخفض الحرارة اليوم. المشكلة ليست في الحرارة وحدها، بل في نسبة الرطوبة. نعم، إني أتصبب عرقا. سأشغل المكيف. The dialogue with explanation. يا إلهي، Oh my God، الجو حار جدا. The weather is too hot. نعم، Yes، رغم أن although توقعات خبراء الأرصاد The expectation of the weather experts أن تنخفض الحرارة اليوم. أن تنخفض الحرارة that the temperature get lower or get low اليوم today. المشكلة ليست في الحرارة وحدها. The problem is not only in the temperature. ليست not في الحرارة in the temperature وحدها alone or only بل في نسبة الرطوبة بل but في نسبة الرطوبة in the humidity percentage. نعم، إني أتصبب عرقا. Yes، I am dripping with sweat. سأشغل المكيف. I will put on the air conditioner. The dialogue with normal speed again. يا إلهي، الجو حار جدا. نعم، رغم أن توقعات خبراء الأرصاد أن تنخفض الحرارة اليوم. المشكلة ليست في الحرارة وحدها، بل في نسبة الرطوبة. نعم، إني أتصبب عرقا. سأشغل المكيف. The dialogue with the normal speed. أخبرني أين ذهب شريف؟ ذهب إلى مكتب البريد. إلى مصنع الحديد؟ لا، قلت إلى مكتب البريد. ياه، فهمت خطأ، ظننتك قلت مصنع الحديد. لابد أنك غير منتبهة. The dialogue with clear and slow pronunciation. أخبرني أين ذهب شريف؟ ذهب إلى مكتب البريد. إلى مصنع الحديد؟ لا، قلت إلى مكتب البريد. ياه، فهمت خطأ، ظننتك قلت مصنع الحديد. لابد أنك غير منتبهة. The dialogue with explanation. أخبرني أين ذهب شريف. أخبرني. Tell me. أين ذهب شريف. Where did شريف go.
ذهب إلى مكتب البريد. He went to the post office. إلى مصنع الحديد. To the steel factory. لا قلت إلى مكتب البريد. I said to the post office. Yeah, oh. فهمت خطأً. I misunderstood. ظننتك. I thought you. قلت. Said. مصنع الحديد. To the steel factory. لابد أنك غير منتبهة. You must be unconscious. The dialogue with normal speed again. أخبرني أين ذهب شريف؟ ذهب إلى مكتب البريد. إلى مصنع الحديد؟ لا، قلت إلى مكتب البريد. ياه، فهمت خطأً. ظننتك قلت مصنع الحديد. لابد أنك غير منتبهة. The dialogue with the normal speed. ما الذي يشغلك؟ أنا قلق جدا على صديقي ياسر. سيجري عملية قلب مفتوح في هذه الأيام. ادعو له بالشفاء واطمئن ولا تقلق. شفاه الله وعافاه. The dialogue with clear and slow pronunciation. ما الذي يشغلك؟ أنا قلق جدا على صديقي ياسر. سيجري جراحة قلب مفتوح في هذه الأيام. أدعو له بالشفاء واطمئن ولا تقلق. شفاه الله وعافاه. The dialogue with explanation. ما الذي يشغلك؟ What are you worried about? أنا قلق جدا على صديقي ياسر. I am very worried for my friend ياسر. سيجري جراحة قلب مفتوح في هذه الأيام. He will make an operation of open heart in these days. أدعو له بالشفاء. Pray for his recovery. واطمئن and rest assured and don't worry or don't be worried. شفاه الله وعافاه. May Allah grant him with recovery. The dialogue with normal speed again. ما الذي يشغلك؟ أنا قلق جدا على صديقي ياسر. سيجري عملية قلب مفتوح في هذه الأيام. أدعو له بالشفاء واطمئن ولا تقلق. شفاه الله وعافاه. The dialogue with the normal speed. ماذا تقرأين في هذه الأيام؟ لا شيء. وهل لا بد أن أقرأ شيئا؟ طبعا، لا بد من طلب العلم دائما. وأنت ماذا تقرأ؟ أقرأ البداية والنهاية. البداية والنهاية؟ هل هي رواية؟ لا، إنه كتاب لابن كثير في التاريخ. The dialogue with clear and slow pronunciation. ماذا تقرأين في هذه الأيام؟ لا شيء. وهل لابد أن أقرأ شيئا؟ طبعا، لابد من طلب العلم دائما. وأنت ماذا تقرأ؟ أقرأ البداية والنهاية. البداية والنهاية؟ هل هي رواية؟ لا، إنه كتاب لابن كثير في التاريخ. The dialogue with explanation. ماذا تقرأين في هذه الأيام؟ What do you read
in these days. لا شيء. Nothing. وهل لابد أن أقرأ شيئا؟ Do I have to read something? طبعا لابد من طلب العلم دائما. Sure, you have to seek for knowledge always. وأنت ماذا تقرأ؟ And you, what do you read? أقرأ البداية والنهاية. I read البداية والنهاية. The start and the end. البداية والنهاية. هل هي رواية؟ Is it a novel? لا، إنه كتاب لابن كثير. It's a book of or composed by ابن كثير. في التاريخ. In history. The dialogue with normal speed again. ماذا تقرأين في هذه الأيام؟ لا شيء. وهل لابد أن أقرأ شيئا؟ طبعا لابد من طلب العلم دائما. وأنت ماذا تقرأ؟ أقرأ البداية والنهاية. البداية والنهاية؟ هل هي رواية؟ لا، إنه كتاب لابن كثير في التاريخ. I hope you like this video. If so, please don't forget to like, subscribe, share, and hit the notification bell to receive about any new video we upload.